وزير الداخلية لما يأخذ قرار بتوقيف ريكارد غريز لأنه في ترافيك وكذا وكذا، هذه ماهيش مشكلة وزارة الداخلية. اللي يتحمل المسؤولية كاين زوج. السيارة كي دخلت ما دخلش تهريب، هذا السيارة ما دخلش على الحدود المالية تهريب، هذه دخلت من البور، من ميناء الجزائر، ميناء مستغانم، ميناء وهران، يعني دخلت وفتح الجمارك، والجمارك شافوا السيارة وكاشاو باللي 2022. بعد راحت سيرفيس تكنيك، عند سيرفيس تكنيك باش يعطوا كارت غريز، سيرفيس تكنيك، سيرفيس تكنيك قال لهم باللي وي 22. اذا انا نجيك للبلدية ولا للدائرة ولا الولاية، ما عندك ما دخلك، ما عندك ما دخلك. هي 2015 ولا 2014 ولا انا تا قال لك السيرفيس تكنيك والجمارك قالوا لك 2022 سجربها 2022، اسكت عليا. واش دخلك تا؟ ماهيش خدمتك، ماهيش خدمتك انت اللي خدمته يقول بلي هذه الكروسه مترافيكيا وماهيش لا تتطابق والسن الحقيقي هو الجمارك اللي خلوها تدخل والسيرفيس تكنيك الانجينيور اللي سينيالها باللي صحيحه. اذا اللي يتحمل المسؤوليه الجمارك والتكنيك. انت يا قويدر الموسخ في البلديه ولا في الدائره ولا في الولايه، ماهيش خدمتك تعرقني انا تقول لي باللي ما نخدمش كارد غريز، ماهيش خدمتك، اسكت عليا. واش اللي تفوت على خبير واش بيعزرين؟ ايه هو يحدد عام السياره، ايه علاه انا ناكل في المقروطه؟ انا اسكت عليا، هي فهمني انت. انا كي تجيني نقول لك اعطيني كارد غريز تاعي تقول لي لا، وزاره الداخليه بلوكيتهم. على اي اساس تبلوكيهم؟ على اي اساس تبلوكيهم؟ اه قالوا لنا مترافيك، شكون اللي قال لك مترافيكي؟ شكون اللي قال لك؟ انت خدمتك الاداره، انت ادمنستراتور دال ولا دراج، مدير التنظيم والشؤون العامه، عندك مصلحه الكارت غريز، خدمتك الاداره. اللي يقول بلي السياره هذه مضخمه مترافيكيه ولا مش مترافيكيه، كاين زوج، السيرفيس تاع الجمارك اللي دخلت السياره من عندهم، والسيرفيس تكنيك المناجم الانجينيور ديمين هو اللي يقول خدمته، يقول بلي السياره هذه مزوره، هذه سنها الحقيقي 2018، اذا لا تتطابق والملف اللي راك قدمته لي وتقول لي 2022، لا ما نقبلهاش. والقانون واضح، لانه في قانون الماليه واضح يقول لك اذا ثبت ان السياره فيها ترافيك وكذا وكذا يعاد تصديرها، تعاود ترجع من جات على حساب صاحب السياره. يعني انا جبت سياره 2019 وجبتها الترافيكي قلت له من 2022 والانجينيور اكتشف انها مزوره، انا نتحمل المسؤوليه، المواطن يعاود يرجعها من جابها، جبتها من دبي رجعها لدبي، جبتها من ليبيا رجعها لليبيا، جبتها من فرنسا رجعها لفرنسا، على حسابك تتخلص البي تاعها ودبر راسك تخد، ما تقعد تخليهاش في الجزائر، تخليش خرده في الجزائر. انا اعطيك اقل من 3 سنين، جيبها لي اقل من 3 سنين، ما ترافيكي رجع قسمها لفرنسا وتحمل المسؤوليه، تحمل انت المسؤوليه، وعندك ديلي شهر ما تخرجهاش ندخل قسمك الحبس انت وهي الحبس، طوموبيل لوحه فوريال وانت داخلك الحبس. هاي الدوله، نريد دوله، ما نوريش ما نحوسوش على كوري، خلي تدخل خلي تدخل خلي تدخل بعد اه والله فوقنا لقينا الترافيك، ومن بعد المواطن يدفع الثمن. تحملوا مسؤوليتكم، تحملوا مسؤوليتكم، قوم ولا طلق، لانه ما بني على باطل فهو باطل، قرارات الحكومه باطل، لانه في الاصل في قانون الماليه 2020 قانون استيراد السيارات مبني على باطل، بني على باطل، قانون بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لانه من المفروض انت ما تقوليش روح جيب السياره ودبر راسك، جيب دراهم منين حبيت، من السكوار من كذا من احفر راس راك دبر راسك، المهم اختي عزيزين، المهم لا تخطيني ما ديريش فوضى برك، يعني باش ديروا مهدئات للشعب باش تسكتوه، تعطوا له قنبله ومن بعد كتقولوا له طلبيات مترافيكين. الوغ كنت على بالك بلي طروفينا ترافيكين، على بالك بلي الشعب هذا يموت على الترافيك. وعندكم تجربه سي محمد، في 1994 95 الجزائر تعمرت بالطوموبيلات المزورين بالترافيكين، كنا عندنا كاع طوموبيلات، الناس كل عندها طوموبيلات زاد اش وموان تروازون، هي في الحقيقه موان ديزون. اذا لا نستطيع ان نحل مشكل بمشكل، ابنيوا قوانينكم على اساس صحيح حتى تصمد هذه القوانين وتحمي المواطن وتحمي الخزينة العمومية. أما باش تعبري كولاج قانون في 2020 ومن بعد ما يطبقش حتى 2023، يطبق عام ومن بعد لقينا مشكل، تسمى تبراكم تسبوا، تحوسوا على سبة باش تلغيوا القانون، الغيوه
وعاونوني بالسكات. إلا ندمتوا وحبيتوا تلغيوا سيارات أقل من 3 سنوات، الغيوها في القانون الجاي وخلاص، قال ممنوع استيراد سيارات ممنوع. لكن أنا نقول لكم هذا القرار سيكون قرار ارتجالي انتحاري متسرع. ادرسوا مليح مليح، حلوا المشاكل بناء على القانون. راهم يقولوا اللي من ترافيكي السياره جايبها فوز ديكلاراسيون يعاود يرجعها منين جات، هذا هو طبقوا القانون. لقيتوا بلي ناس من ترافيكي السيارات يا خويا طبقوا القانون اللي هو قانون قديم، قانون قديم تاع 2023 قال رجع السياره لفرنسا كيما جبتها من ترافيكيا تحمل مسؤوليتك. اما باش تعطلوا الناس كامل، لانه في قانون 2020 وقانون 2023 كاين ماده واضحه يقول لك باللي ريسيبيسي صالح لمده شهر. ريسيبيسي اللي يعطوها له كي يدخل واحد سياره فرنسيه ولا اي دوله اجنبيه دخل الجزائر سيركيلي بها في الجزائر شهر واحد، ومن بعد كان لازم يخرج كارت غريز. اذا ما خرجلاش كارت غريز راه مخالف القانون. بصح انا كي تجيني انا نقول لك سي محمد انا حطيتها في الدائره عندي، تري عطلتني تري عطلتني، انا حطيتها انا ملي دخلت من الجمارك مباشره دي الدوسي للدائره قانونيا المواطن راهو كوفري. اذا اللي خالف القانون هي وزاره الداخليه، اللي خالف القانون هي وزاره الداخليه. السؤال الثاني اللي هو سؤال مهم، كيفاش الشركه تامين لاسيرونس تاسيوري السياره ما عندهاش كوارد؟ لانه القانون يقول بعد شهر تصبح غير صالحه للاستعمال قانونيا، قانون في الماده بعد شهر ما عندكش. كيفاش لاسيرونس هذه تروح تاسيوري تاسيوري السياره ما بدون وثائق، كملها الشهر ماتت؟ اذا كاين خلط، كاين لعب كبير، كاين فوضى خلاقه، فوضى كبيره وكبيره جدا جدا جدا. لازم لها رجال دوله اللي يناقشوا الموضوع باريحيه. اذا هذه مشكله السيارات اقل من 3 سنوات. الحكومه تتخبط، ما كانش قانون يمنع استيراد السيارات، لانه استيراد السيارات مبني على قانون اللي هو قانون الماليه 2020 وقانون الماليه 2023 اللي يستند على قانون 2020. قانون الماليه قانون تم مناقشته في البرلمان بغرفته، لا يلغي هذا القانون الا قانون ويكون فيه مناقشه في البرلمان على اي اساس تلغي قانون استيراد السيارات. اما هذا المشكل تاع وزاره الداخليه فهو مشكل داخلي تتحمل مسؤوليه وزاره الداخليه بينها وبين وزاره الماليه الجمارك وبينها وبين وزاره الطاقه والمناجم ليزانجينيور ديمين، حلوا مشاكلهم بيناتهم. الشعب ما عندوش علاقه، الشعب لا يتحمل مسؤوليه اخفاقكم وفشلكم وتهاونكم في تطبيق القانون، لا يتحمل المسؤوليه. اوكي، نقطه الى الصدر. النقطه الاخيره اللي حبيت اتكلم عليها وهي انه ثعبان الاقرع ورقص العيون والشيطان الرجيم وكذا وكذا، يقول لك انخفاض سعر الدينار، تهاوي سعر الدينار وكذا والدينار وكذا. يا هوايش انخفاض سعر الدينار وين؟ كي نقولوا انخفاض سعر الدينار عندما ينخفض في البنك، وانخفاض سعر الدينار في البنك عنده علاقه باحتياطي الصرف، عنده علاقة بميزانية الدولة، عنده علاقة بقوة اقتصاد الدولة. الجزائر مستقرة، الدينار في البنك محافظ على الحساب تاعو، ما زاد ما نقص. الدينار في البنك مقارنة بالأورو والدولار مازال قوي. كي نقول قوي يعني محافظ على الحساب تاعو، نظن شحال 140 ولا 160 ولا مش عارف شحال، ماهوش 250 كما راهو في السوق السوداني. يعني أقل 140 نظن ولا شحال في البنك للدينار يعني الاورو. اذا عادي لم يتغير ولم يتاثر الدينار رسميا، لم يتاثر قوته ما زالت. لكن ارتفاع سعر الاورو وانخفاض سعر الدينار في السكوار في السوق السوداء هذا نقطه ايجابيه وقوه للدوله. واحد يقول لي بزاف كيفاه؟ ايه واش معناتها؟ معناتها ان الدوله بالفعل الحكومه والدوله نجحت في القضاء على تزوير الفواتير وتضخيم الفواتير، لانه السكوار علاش كان فيه الاورو معمر؟ لانه هذوك اللي يروحوا يديروا فوز ديكلاراسيون ويديروا تضخيم الفواتير، الفرق ما بين الاورو اللي يلعبوا به مع البنك ويتلعبوا به يبيعوه في السكوار مارشي نوار، هذه السكوار يتعمر بالاورو، واذا زاد العرض قل الطلب، واذا قل الطلب انخفض سعر سوق الصرف، سوق يعني البيع والشراء.
إذا الآن السكوار مشكلته أنه أصبح ناقص الأورو ما كانش. لماذا؟ لأنه البزنسة ليزامبورتاتور وهذوك المستثمرين اللي كانوا يروح يجيب مش عارفنا يا يجيب وزين مطرافيكي مصدي شاريه ب 10 ولا 20 ألف أورو ويديكلاريه ب 2 مليون أورو ويدي هذاك الفرق فرق هذاك يروح يبيعه في السكوار مارشي نوار فوز ديكلاراسيون ولي فاكتور مطرافيكين تلاعب هذاك اللي كان يصرى في الفواتير وفي التصريحات الكاذبة هذاك هو اللي كان يغذي سوق السوداء بالأورو والدولار. الآن مادام الدولة زيرت ما كانش ترافيك في فاكتور ما كانش فوز ديكلاراسيون لي بونك زيروا الدولة زيرت الآن الأورو ولا بالفعل ما كانش لأن مصادر تلاعب بالأورو تغلقت المنابع اللي كانت تلعب بالأورو تم تجفيفها المستنقعات تم تجفيفها. إذن هذه نقطة قوية ولصالح الرئيس تبون الحكومة. نعم أنا قلت لكم نقول للمحسن أحسنت عندما يحسن ونقول للمسيء أسأت عندما يسيء. في ملف السيارات الحكومة أسأت وأخطأت تقدير تحمل مسؤولية لكن في قضية نظرة الأورو وارتفاع سعر الأورو حكومة نجحت حكومة نجحت في تزيير الفانا الأورو.